هروح بس مع حضراتكم نشوف هذا التقرير عن توجه الناخبين الأمريكيين إلى مراكز الاختراع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لاختيار رئيس جديد، بالإضافة إلى اختيار كافة أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ وعدد كمان من حكام الولايات في الانتخابات الأمريكية. يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لاختيار رئيس جديد واختيار كافة أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ وعدد من حكام الولايات. وفي كل الانتخابات الأمريكية، سواء انتخابات رئاسية أو نصفية، يكون التصويت دائماً في الثلاثاء الذي يلي أول اثنين من شهر نوفمبر، بمعنى أنه لو كان الأول من نوفمبر يوافق يوم الثلاثاء، فتجري الانتخابات في الثلاثاء الثاني الثامن من نوفمبر الذي يلي الاثنين الأول. وفي العقود التي أعقبت تأسيس الولايات المتحدة عام 1776، كان موعد الانتخابات الرئاسية يختلف من منطقة إلى أخرى، فخلال أول 15 انتخابات رئاسية كانت كل ولاية تختار يوماً خاصاً بها للتصويت، وهذا الوقت كان مسموحاً للولايات إجراء الانتخابات في أي وقت يحددونه في إطار 34 يوماً قبل الأربعاء الأول من ديسمبر. لكن هذا النظام كانت به بعض العيوب المهمة، منها أن الولايات التي تصوت في وقت مبكر من شأنها أن تؤثر على الناخبين في الولايات التي تصوت لاحقاً. وفي عام 1845 أصدر مجلس النواب الأمريكي قانوناً لتحديد يوم واحد لانتخاب الرئيس للولايات كافة، ووقع الاختيار على أول ثلاثاء من شهر نوفمبر كل أربع سنوات. وكانت الولايات الأمريكية في القرن التاسع عشر تتألف من مجتمع زراعي في الغالب، ولذلك أخذ المشرعون في الحسبان أن شهر نوفمبر يشكل الفترة الأكثر ملائمة للمزارعين والعمال الريفيين، إذ تنتهي المواسم الزراعية في هذا الشهر، فضلاً عن أن المناخ يكون أفضل للتنقل بين منطقة وأخرى. أما يوم الثلاثاء فهو لتمكين الناخبين من السفر والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، لأن معظم سكان الريف الأمريكي كانوا يضطرون إلى السفر لمسافات طويلة من أجل التصويت. ولم يكن يوم الاثنين مناسباً، إذ سيحتاج العديد من الناس السفر يوم الأحد، وهو اليوم الذي يتأهب فيه الأمريكيون للذهاب للكنائس، كما أن السيارات كانت نادرة في ذلك الوقت. ولم يرغب الكونغرس في تنظيم الانتخابات في الأول من نوفمبر لأنه يصادف عيد جميع القديسين، وهو مناسبة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأتباع طائفة الروم الكاثوليك، ومن جهة أخرى كان معظم التجار الأمريكيين معتادين على تدوين حساباتهم في الأول من نوفمبر، وقد أثار ذلك المخاوف من تأثير أي تداعيات اقتصادية محتملة على مسار التصويت. ولا يتفق جميع الأمريكيين اليوم على ضرورة الإبقاء على موعد الانتخابات الرئاسية كما هو عليه الآن، لا سيما مع تغير الأسباب والظروف التي استدعت تحديده في عام 1845، إذ شهد العالم منذ ذلك الحين تغيرات ثورية في الصناعة والتكنولوجيا والحقوق المدنية، ولم يكن يسمح للنساء والأمريكيين من الأصول الإفريقية بالتصويت، كما تضاءلت نسبة المزارعين في الولايات المتحدة من 60% إلى 2% في الوقت الحالي.